دفايه بالجاز هي كده المشكلة التانية بقى انه مش لازم يكون اول اكسيد الكربون. في ناس تخش الحمام زي ما حضرتك بتقولي، حمام مساحته ضيقة، بخار مية كتير جدا لدرجة انه بياخد محل الاكسجين، يجي البخار ياخد كمان بخار خطر؟ المية. اه طبعا، لان دي هو جديدة. مقفل مفيش اي نوع من التهوية، وهو قاعد فترة طويلة مش قادر يعني يعني ما حتى خدش بخار باله. المية، يعني خطير. فكرتنا دايما ان الحمام لازم يبقى مليان بخار وما اي غاز ساونا يعني. غير لازم قابل، فيه تهوية. غير لازم. قابل لازم اي تهوية. غاز غير قابل للتنفس يعتبر مشكلة للانسان. يعني لو موجود غاز ثاني اكسيد الكربون، ما هو ده غاز احنا بنتنفسه بس احنا بنطلعه، لو احنا قاعدين في مكان ضيق وعدد كبير من الناس وابتدى احنا اخذنا الاكسجين اللي موجود فيه وطلعنا ثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون ما ينفعش يطلع اكسجين نعمل ايه يديه بقى؟ الانسجه. لازم التهويه دي اساس. طيب انا قاعده في اي مكان لازم يبقى الشباك مفتوح. طيب.